وبصرنا مستمعينا نستقبل ضيف حلقتنا لليوم الأستاذ حسن عبد الحميد الإعلامي الكبير والصحفي الغني عن التعريف. يسعد لي صباحك أستاذ حسن. صباح الخيرات. صباح الخير حبيبي، كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير. إن شاء الله بخير. أسألك عليك. أهلا وسهلا فيك، يسعد لي وقتك أستاذ حسن. اليوم نتحدث عن الإعلام والصحافة في ودورة في كشف الفساد بحياتنا ببلداننا، في العراق، في البلاد العربية وإلى آخره. سؤالي الأول لحضرتك أستاذ حسن، على ماذا يعتمد الإعلام في كشف الفاسدين؟ وهل يوجد اليوم فعلا إعلام يكشف الفاسدين أم هذه هرطقة كبيرة جدا؟ نعم، يعني بلا شك يعني هي يعني متواليات الديمقراطية في البلدان التي يعني تتأسس أو تتنامى الديمقراطية، بمعنى في التواصل أو توازي بين كل ما يزيد، كل ما تبدا الديمقراطية يزيد يعني معدلات ومعاملات الفساد. هذا ما ألفناه احنا بالديمقراطيات اللي سبقتنا بالتجربة. نعم. ولكن أنا باعتقادي وتقديري يعني ربما العراق ولبنان أيضا، يعني نزلت بوست اليوم الصبح في سنالتي نصبح الناس وأقولهم ما أنسى يعني ما يعانون الناس الآن في لبنان والعراق وغيرهما من قلة خدمات وقلة نواحي تسبب يعني تسبب نوع من السعادة والراحة عند المواطن. نعم. أنا باعتقادي، وهذا كلام شوي يبدو يعني غريب بعض الشيء، أنا أعتقد الإعلام العراقي ساهم من حيث لا يدري أو يدري في يعني في زيادة مناسيب الفساد. بزيادة المناسيب. نعم، لأنهم يتحدثون بطريقة، قلت لك يعني حتى لا أظلم أحد، هنالك أصوات شريفة ورائعة جدا طبعا، ولكن بشكل عام يعني هاي ملاحظتي أنا، ومن خلال يعني عندي عمد صحفي. نعم. صحفي كل اثنين وخميس في جريدة الدستور. نعم. تناولت حتى في مرات فساد الصمت، يعني حتى الساكت هو جزء من مناور ومناوئ لقضايا الفساد. الساكت عن الجريمة هو شريك فيها يعني. يعني مو شريك باب المعنى، بس قلت لك من حق، لأن أكو باوة هذا التمادي الإعلامي أنا يعني سميته، دخل ناس ما لهم علاقة بالصحافة، ما يعرف تقنيات الصحافة، ما يعرف قدرا أخلاقيات المهنة وحيثياتها. نعم. فمن هب ودب، وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي أوهمت الكثير من الناس أنهم إعلاميين أو صحفيين بشكل أو بآخر. خليني ما أمسك قضية الإعلام، كيف ساهم الإعلام العراقي على أقل تقدير في زيادة مناسيب الفساد. نعم. تقديري وظني أنهم لا يعتمدون على الوثائق، ولا يعتمدون على الإحصائيات، ولا يعتمدون على الحقائق التي ما يسمى بالصحافة الاستقصائية. أنا هذا اللي بدي أوصله أستاذ، أنا هذا اللي بدي أوصله بكلامك. اليوم أستاذ حسن، يعني من زمان كانت الصحافة، وليس وسائل الإعلام، الصحافة المكتوبة الورقية، كان لما الصحفي يدخل بهذا المجال يوصل لجزء من عمله يسمى التحقيق الصحفي، تمام؟ هذا التحقيق يكون على أجزاء ويكون متعب جدا وقد يطول فترات، يعني تمام، يعني هذا ممكن يكون مثلا شهور، ممكن أسابيع، مشان هيك بسموها مهنة المتاعب هي الصحافة. هذا سابقا، يعني هي تعقيبا على كلام حضرتك أنه اليوم يوجد في المهنة أشخاص متعديين. طيب اليوم لماذا لا نرى، اليوم لماذا لا نرى هذه التحقيقات الصحفية وهذه الصحافة الاستقصائية التي أدرجت حضرتك هلأ بحديثك، لماذا لا نراها اليوم بشكل متابع من الناس؟ لماذا الناس لم تعد تتابع التحقيقات الصحفية؟ الصحفيون لم يهتموا أو لم يعودوا يهتموا بهذه الأمور والتحقيقات الصحفية؟
خليني اقول لك، وهذا كتبت يعني عده مرات في العمود الصحفي مالتي المشهور اللي اسمه نقار الخشب، اكثر من 10 سنين متواصله في جريده الدستور. يتناول نواحي عديده ايضا، لانني ايضا اشد على مناطق الجمال والضوء وبس الروح المعنويه، ليس يعني الاعلام يدمر، يساهم في تدمير النفس الانسانيه اكيد عندما يكثر من فخليني اقول لك شيء يعني ربما انت مريت عليه بطريقه او باخرى. اكتب الكثير من الضوء، الكثير من الظلمه، كلاهما يحجب النظر. نعم. ضوء قوي يبهر ما يخليك تشوف. نعم يبهر. وظلام ما يخليك تشوف. ويعمي نعم. فكان هذا الانتقال من أحادية النظام السابق، إعلام معين مركز تشوف لون واحد. بعد هذا الزلزال، بعد هذا التغيير، بعد هذا التحريق، بعد هاي الظروف اللي مرت على العراق، صار ما اعرف كم نقدر نقول احنا فلتان اعلامي. اي طبعا ضيع الهدف الحقيقي، فكثير من الضوء كثير من الظلمه، لا صوت واحد. شوف القائد وشوف وين يروح وين يرجع، قناه واحده وقناه اثنين، والان قنوات لا تعد ولا تحصى. فهذا ايضا يشتت، لذلك يتطلب من الاعلامي المهني الحقيقي اللي مثل ما سميتها مهنة المتاعب أن يكون حصيف وأن يكون يعني دقيق ويتابع. أكو تحقيقات صحفية استقصائية طولت 7 سنين، هاي البنت الأوروبية اللي طلعت صحيح 7 سنوات تناضل وخاضت محاكم وخاضت يعني تهديدات تعرضت. المهم احنا حتى لن نشظي الموضوع، اني اعوذ بالله من كلمه اني شخصت هذا الموضوع في مقالات سابقه وسميته التمادي الاعلامي. يعني هذا واحد يعني بيحكي بدون يعني سند او وثائق او معلومات او ارقام. شوف هسه اقول لك، احسب انت الان العراق شنو مشكلته؟ الكهرباء مو؟ نعم. يعني كل الناس كارثه الكهرباء يعني. دوله 18 سنة ما تقدر تسوي كهرباء؟ نعم. لماذا لم يفتح ملف الكهرباء مثلا يعني؟ لا لا، البارحة قالها الكاظمي، يا سيد الكاظمي نوح عليها، قال احنا لازم نسوي تحقيق. لو هذا الشيء مقصود لو سياسي، هو بالدرجة الأساس سياسي، أنت تعرف يعني حاجات الناس سياسي، كيف يسيطر على حاجات الناس وكيف بس. خليني أقول لك على الصحافة الاستقصائية، خلي واحد يعطيني رقم ايش قد كلفت الكهرباء من 2003 او من 2005 حتى. هو السؤال استاذ حسن، لماذا لا يفتح هذا الملف؟ هو لماذا يعني فقط لان الموضوع سياسي؟ حبيبي لا، اقول لك اكو جهات واحزاب تعيش على هاي الازمات وكيف طيب تغذي لك. لماذا او ما نفع هذه الوسائل الاعلاميه لك؟ ما نفعه فقط للتسليه وللترفيه؟ لا 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 لا، مو نفعه. مو قلت لك يعني صار نوع من الاستسهال العمل الصحفي للاعلامي، صار نوع يعني انت حتى سوي لقاء وياي 10 دقائق، اي خابر حسام ويخابر جورج ويخابر محمد حتى تضبطون وضع انه نحكي بال نعم. يعني حتى نحكي 10 دقائق احتاجينها من البارحة صحيح إلى تهيئة وضع معين. نعم. وأنا حقيقة ما كنت أعرف هذا المحور. نعم. بس في حين الآن أي شخص عنده صفحة بالفيسبوك أو الانستغرام أو ممكن أنا أقول أي كلام، وقلت لك الآن أعطيني صحيح الآن. ما هو هذا الكلام طيني. كل واحد يقول 91 مليون، واحد يقول 80 مليار، العفو الكهرباء. حتى هذا خطيب البصري ذاك الجمعة يقول يعني ما صرف وما أنفق على الكهرباء من أجل تأسيسها يعادل 3 بلدان، 3 بلدان على صناعة، يعني بلدان صناعية مثل ألمانيا أو نعم. هذا رعب يعني أستاذ، رعب. هذا أيضا إذا أنت تنتبه والإعلام ينتبه، أنا يعني بتقديري يعني احنا مو كتاب عرايض،
صحفي مو كاتب عريضة. طيب استاذ هلا يعني في هناك طلاب من كلية الإعلام عم يسمعوك وهناك صحفيون مبتدئون يسمعونك هلا حاليا، الى ماذا توجههم حضرتك بما انه يعني عندك باع طويل بموضوع الاعلام والصحافه يعني والكتابه، الى ماذا توجههم يعني المستقبل؟ طبعا المستقبل لهم. لا طبعا اكيد اكيد المستقبل لهم، هم قادمون. احنا اشتغلنا مؤسسات بها تقاليد مهنيه، بالمناسبه اني رجل يعني ليبرالي الى حد كبير، لا تعتقدني يعني سلفي او واحد يريد يحصل الاشياء بي. انا مع الشباب وعملت وسويت جريده الراي، كل الكادر يشتغلوا فيها كانوا شباب. نعم. وايضا موجودين بعض الناس القدامى حتى يغذوهم. انتم الاصل استاذ. فكنا نشتغل بتقاليد، اكو تقاليد يعني اكو شيء هناك اسس، هناك اسس يعني واحد بيمشي عليها. نعم. الان الاعلام شنو كلية الاعلام شو تخرج يعني؟ نعم. خرج تعطيك مفاتيح بعض الخبر طبيعي وتقنيات الصحافة وما أعرف إيش. نعم. والله نعم. لكن الصحفي الحقيقي اللي يلتزم بقضية شعبه ووطنه ومسؤوليته كلهم يأكلون منهم. طيب. يستلمون رواتب، يستلمون رواتب. سؤال أخير، سؤال أخير أستاذ حسن، هل هناك من يحمي الصحفي في حال قرر قول الحقيقة وكشف الفساد؟ هل هناك جهة تحمي الصحافة في العراق؟ بغض النظر عن استهداف المتظاهرين وهي محاولات الاغتيال وخنق الأنفاس، لا نقابة الصحفيين العراقية بارعة تحمي؟ هون السؤال. تحمي؟ لا طبعا تحمي، وهنالك يعني أمثلة عديدة. النقابة تبنت ليس مجاملة لأحد. نقابة الصحفيين قوية، نقابة قوية، نقابة محترمة والله العظيم، وتسعى للدخول في يعني من أجل حماية الصحفيين. بس أنا عندنا مثل مادي تتعرفوه بالشامل ولا؟ نعم. يقول الشق صغير عشان الوقعة يفتشي هيتي يعني الشق كبير والرقعة صغيرة. نعم. تراكم هاي السنوات الفساد وطيحان حظ. نعم. الحياة والخدمات، أنا ما أقول العراق، العراق كبير، العراق يسوى كلهم ذولا، لكن هنو بطريقة بكل المفاصل. نعم. وصلوهم إلى حاجة أن إنسان يريد مي، يشرب مي بارد أو كهرباء للمرضى للمستشفى. ترى هذا هاي كارثة يعني. صحيح. هاي تمام. والله العظيم هاي لعنة، هاي لعنة لعنة، ويدفعون ثمنها للأسف عم يدفعوا ثمن الأجيال القادمة. معقول ماذا كم وزير أنا مرة كسبتها لعبة الكراسي يعني يقعد على كرسي الكهرباء يحترق، لكن يطلع غني ومحصل امتيازات. للأسف أستاذ حسن هذا الكلام مكرر من سنوات عديدة جدا، طبعا أنت تعلم وأنا أعلم والناس كلها تعلم. بس دوام الحال من المحال. تمام. ما يبقى شيء لحال، الإرادة الإلهية ما تقبل، الإرادة صحيح. التاريخية صحيح. يصير صحيح. يعني قلت لك الآن اليوم شوف التقرير قبل ما تخابروني. نعم. والله انزعجت جدا. زعجت يعني، بيصيح الإعلامي ويقول يعني معقول أكون إنسان يقعد مسؤول على كرسي، يقعد على كرسي وشعبه محتاج أبسط شيء، قال لهم اقطعوا الكهرباء عنكم. اقطعوا، إذا أنتم كنتم شرفاء وحقيقيين. نعم. اقطعوا الكهرباء عن نفسكم حتى تساوون الشعب العراقي، لا تطول كهرباء كنا لاتو. نعم. بس نسمع إذا ناديت حيا. نعم استاذ، نسأل لأنه قلت لك يعني الآن بلد واحد من أغنى بلدان العالم. نعم. بالعقول وبالخيرات. للأسف. نفس الشيء سوريا. للأسف أكيد طبعا. كل البلاد، كل البلاد النامية. ليش؟ كل البلاد النامية أستاذ حسن. صحيح. لبنان فلست. لبنان فلسوها. صحيح. بكل أحوال الحديث يطول أستاذ حسن عبد الحميد الإعلامي الكبير والصحفي المتميز جدا، شكرا جزيلا أكيد يعني دقائق الحوار مع حضرتك كانت شيقة وممتعة، وشكرا أكيد لحضرتك، كل التحيات الجميلة لك من راديو الغد.